الرجال اللي عندهم قنوات ما تقولوش احنا جايين متضامنين مع ريان. قولي انا جايه نصور، باغي ندخل الفلوس، بغيت نطلع لي في هذا الشهر، صافي وغادي نفهموك وغادي نعرفوك صافي. ما علاش تبقاو تضربوا الشمس والغربه، ما كيهمكم لا ريان لا حتى شي واحد، تيهمكم ميمي اش غادي تدخلوا في هذا الشهر. جات من واحد المدينه بوجهها احمر تتقول لهم انا جيت بغيت نضمن مع ريان وانا عندي قناه كذا وكذا. حشومه عيب وعار، واش تي جايه باغا تضمني مع ريان وتتقول انت مساليه؟ بعدا انت عندك الكانه، الا كنت عندك الكانه وعندك المخ تفكرتي قناتك وتفكرتي اش غادي تقولي وتفكرتي السميه ديال القناه انا بعدا كنت انا تما ما تفكرت حتى تليفوني فين دايره. واحد كيموت لتحت، وحده جايه دايره اللايف، عندها قناه، ما هي منبر صحفي، ما هي منبر اعلاني، ما حتى شي حاجه، دايره قناه وجايه كتصور كتقولك انا ضمنت مع ريان. وسيري الكلبه جالسه في دارك وضامني معاه، وريحي في دارك وصلي وطلبي الله وديري يديك وصلي وقول يا ربي داك الولد اللي ما تحفظو وين جيه، علاش غادي ليا تما انت قاعد مضامن؟ وانا تنتحداهم كاع، راه الناس بزاف مشاو، نساء ورجال اللي عندهم قنوات مشاو تما، راه عيب وعار. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كلشي مزيان؟ تحياتي لكم، تحياتي للمغاربه، تحياتي للجاليه المغربيه داخل وخارج الوطن، تحياتي للمغاربه من طنجه حتى للكويره. المهم انا فاتحه كما كتعرفوني، تنشكر موقع اشوقع تي في، مرحبا بكم عندي في المنزل ديالي. انا فاتحه من قناه افكار بسيطه مع فاتحه، اكيد راكم كتعرفوني كاملين، تحياتي لكم كبيره. اولا التعزينه الحاره للمغاربه كاملين والاسره ديال ريان. الصراحه داك الوليد علمني بزاف، بقى فيا وحق الله العظيم والله القسم، الى النهار اللي شفتو طاح في داك البير، الى انا ما جبدوش، انا ما نكذبش عليك، ما جبدوش، عرفتي تجاوني كاع الامراض ديال الاعصاب، عرفتي ما تنشقى، ما كندير حتى شي حاجه، مقابله التليفون مقابله هذا، بقى فينا لواحد الدرجه ما زعما ما يتخيلهاش الانسان. حسيت بالام ديالو، حسيت بزاف ديال الحوايج، بكون انا ام راه من طبيعه الحال حسيت بها. شوف ما تقولوش احنا جايين، نساء ورجال اللي عندهم قنوات ما تقولوش احنا جايين متضامنين مع ريان. قولي انا جايه نصور، باغي ندخل الفلوس، بغيت نطلع لي في هذا الشهر، صافي وغادي نفهموك وغادي نعرفوك صافي. ما علاش تبقاو تضربوا الشمس والغربه، تبقاو تكذبوا على راسكم وتكذبوا علينا، تبقاو تضحكوا علينا، زعما راه فاهمينكم وعارفين، وانا بنت الدومين وعارفه الدومين وعارفه شنو كاين. قولي جينا نصور الفلوس، جيت بغيت نطلع لي في بغيت نصور الفلوس على ظهر ريان، صافي وغادي ندخل هذا الشهر باش ناكل على ظهر ريان، صافي هادشي اللي غادي تقولي. ما باش تبقاو تقولوا حنا جينا نضامنين مع ريان، راه ما تنعممش، راه كلكم اللي صحاب القنوات، ما تنهضرش على الصحافه، صحاب القنوات اللي مشاو لتما وكيصوروا هادوك المآسي ديال داك الوليد، راه وزعما وكتنعسوا مرتاحين. تخيل دابا معايا واحد مصور فيديو، ولا وحده مصوره فيديو مدخله به الفلوس وضاربه يديها، وديك الام مسكينه وغتبقى تشوف دوك الفيديوهات وباقي محروقه على ولدها وباقي مصدومه، وتجي انت تدخلي الفلوس ولا انت وتاكلي وتشربي وتضحكي وزعما عادي جدا وكتنعسي مرتاحه، والله ما عندكم الضمير. شي الضمير مات ليكم، راه تنقولها لكم انايا، الضمير مات، مات عندنا، مات، ما كاين لا ضمير لا انسانيه. كاين اليوم الفلوس، صافي مشيت ندخل الفلوس، نجي اللي بغى يموت يموت، اللي بغى يعيش يعيش، هكا دابا شتي حنا ولا واحد الزمن، زمان ديال راسي يا رسول الله، اللي بغى يموت ما كيهمكم لا ريان لا حتى شي واحد، تيهمكم ميمي اش غادي تدخلوا في هذا الشهر. المهم هادشي اللي غادي نقول لكم، انا قلتها لكم هذه رساله لكم، ارتقوا شويه، تكونوا شويه واقعيين وما تبقاوش تكذبوا، قولوا حنا مشينا نصوروا الفلوس وسالينا الهضره، صافي غنفهمكم حتى حنا. عرفتي الصراحه انا نهار اللي جبدوه تصدمت قسما بالله، كنت كنقول يا ربي نكون عيت نحلم، يا ربي نكون عيت نحلم، يا ربي يفيق، يا ربي يكون عيف شي غيبوبه ويفيق، وقولوا لي انا راه عاش الولد، زعما تصدمت واحد الصدمه ما نقولش لك. ولكن
انا اللي بغيت نقول اللي بغيت نقول بزاف رساله لبزاف ديال الناس، ورساله كنتمنى شي مسؤولين تما بحال هذا النوع ديال البشريه اللي جاونا من واحد شي كوكب مع 80، حيت دابا سبحان الله العظيم راه عندنا شي بشر كيستمتعوا بمأساة الناس. واحد كيموت لتحت، وحده جايه دايره اللايف، عندها قناه، ما هي منبر صحفي، ما هي منبر اعلاني، ما حتى شي حاجه، دايره قناه وجايه كتصور كتقول لك انا ضمنت مع ريان، وسيري الكلبه جالسه في دارك وضامني معاه وريحي في دارك، وصلي وطلبي الله وديري يديك وصلي وقولي يا ربي داك الولد اللي ما تحفظو وين جي يا ربي، علاش غاديه ليا تما انت قاعد مضامن؟ وانا تنتحداهم كاع، راه الناس بزاف مشاو، نساء ورجال اللي عندهم قنوات مشاو لتما، راه عيب وعار. شوف حنا راه الشعب الوحيد اللي واحد تيكون داير كسيده مشتت لحمو، واحد داير لايف، واحد مضروب حالته حاله، واحد داير لايف فوق منه، ما هو كما قلت لكم ما هو صحفي غيوصل رساله، ما هو حتى شي حاجه، داير قناه السلام عليكم شوفوا هذا راه طاح، شوفوا هذا حشومه عيب وعار. شوفي انا نتحداكم الا كنتو ضامنتو مع ريان، كاين اللي دايرين التيشورتات كيبيعوهم بالسميه ديال هذا الوليد هذا الله يرحمه ويوسع عليه رب العالمين، كاين اللي دايرين لي كاسكيط كيبيعوهم بالسميه ديال هذا الولد وبالصوره ديالو. القنوات خلاص ما نعاودش لكم، انا قسما بالله انا ما درت عليه ولو فيديو واحد، ما نقدرش انا ندير عليه فيديو ونبقى نهضر انا على واحد المأساه ولا نمشي ولا والله العظيم. الا واحد الصديقه ديالي كاينه الطوموبيل كاين كل شيء قالت لي يلا نمشيو فتيحه، قلت لها ما نقدرش انا نمشي نشوف ديك العوم، ما نقدرش نمشي نشوف انا دوك المأساه ونبقى نصور، عاد انا تكون عندي قناة، عاد انا يكون عندي المخ، عاد انا غادي نبدا نصور، عاد زعما سبحان الله العظيم. اللي بغيت نقول لهم الا كنتو دوك الناس كاملين اللي كانوا تما اللي عندهم قنوات في اليوتيوب، ما تنتحداكم الا كنتم ضامنين مع ريان، بغيناكم تخرجوا لينا دوك المبالغ اللي دخلتو في دوك الفيديوهات اللي صورتو تما، تعطيهم الام ديال ريان. نعرفكم مضامنين بالصح وبالصح قلبكم على ريان وعلى ام ريان الله يرحمه ويوسع عليه رب العالمين. غنعرفكم مضامنين ديال بالصح، ماشي مضامنين تجي تصوري ليا فيديو تطلعي ليا فيه لي في ديالك وتقول انا بعدا قسما بالله انا رساله دير نقولها لهم، انا نهار اللي غادي نموت ان شاء الله الرحمن الرحيم انا نوصي ولادي اشدوا زروطه في الباب، اللي عندها قناه نقول لهم ضربوا تيبان لها عزرين تيطيب شي حاجه تما. جات من واحد المدينه بوجهها احمر تتقول لهم انا جيت بغيت نضمن مع ريان وانا عندي قناه كذا وكذا، حشومه عيب وعار. واش تي جايبها تضمني مع ريان وتتقول انت مساليه؟ بعدا انت عندك القناه، اذا كنت عندك القناه وعندك المخ تفكرتي قناتك وتفكرتي اش غادي تقولي وتفكرتي السميه ديال القناه انا بعدا كنت انا تما انا ما تفكرت حتى تليفوني فين دايره، نكذب عليك انا ما نكذبش عليك انا هكا دايره، انا بعدا ما نقدرش انا قسما بالله الا شدت التليفون ليلا ونهارا ما كنعش لمده 5 ايام ما تندير حتى شي حاجه، المخ ديالي طاير قسما بالله. لا هي الصديقه ديالي كانت الواتساب تنقول لها راه ما تنجاوبش اختي، تنقول لها راه ما تنجاوبش، علاش؟ تنقول لها انا مقابله الاحداث ديال ريان بغيتهم يطلعوا حي، بغيت نشوف داك الوليد حي. وحده جايه ليا لتما شاده ليا حتى واحد عنده قناه في يوتيوب، داز تما صدفه وسولوه واحد منبر اعلاني، قالوا لي انت واش جاي دير هنا؟ واش جاي من خلال باش تصور ولا؟ قال لهم لا انا جيت تنضمن. شويه كيبان راه هز التليفون ديالو، هزو في ديك السيبوره ديال سيلفي وداير فيها الميكرو راه كيصور، قال لهم لا انا ما كنصورش، انا قال لهم عير جاي نضمن معاه. واش كدير تما؟ كتصور لينا تما؟ اش تدير؟ معروضين. وعاد كاع انا اللي صفوها ليا، واحد قال لهم تجمعوا يا عباد الله اجيو ضمنوا، زعما كل واحد يساهم بشويه، راه العائله ديال ريان بغات تطيب لهاد الناس اللي كاينين هنايا ياكلوا. واش عارضين عليكم؟
واش داير الاب ديال راني واش داير عرس باش تمشيو ما عندكم وجه تمشيو جالسين تما مفرقين وكتاكلوا باز ليكم على رقبتي. شتي الانسانيه ماتت فينا، ما كايناش الانسانيه، شتي الانسانيه ماتت. كاين دابا الزمان الماده، زمان الفلوس، فين ما كان الفلوس كطيحوا راهم في بير. شتي قسما بالله كون ديك الساعه شي وحده عندها قناه تما ولا عنده قناه يقولوا له يطيح في بير هنا راه غادي يطلع للطوندوز، الا ما يطيح راني انا ماشي انا فاتحه. كاين الزمان ديال الماده، كاين الزمان، ما كاينش الزمان ديال التعاطف، ما كاينش الزمان ديال الانسانيه، ما كاينش الزمان ديال الحب صادق، واحد الانسان تيحبك بحال خو بحال اختو، ما كاينش داك الشيء. كاين عيز زمان راسي يا رسول الله، كاين عيز زمان ديال الماديات، عيب وعار عليكم، حشومه عليكم هادشي اللي وباقي اليوم. انا هذا باقي لدابا كيديروا عليه لي فيديو، كيديروا عليه بزاف ديال الحوايج. اجي انتي لا انتي ضامنتي، انتي ما ضامنتيش، انتي هادي اللي ضامن. شوفوا وشوفوا نساو داك الوليد صليه وطلبوا الله، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يواليه برحمه الله يا رب العالمين، والله يجعله الطير من طيور الجنه، والله يصبر والديه، الله يعطيهم صبر ايوب. هادشي اللي غادي نقول لهم انايا. المهم والله ينصر سيدنا، وتحياتي للسلطات اللي دارت مجهودات كبيره. الله ينصر سيدنا، وتحياتي للسلطات، الله ينصر مالكنا يا رب العالمين، والله يطول ليه في العمر ديالو. وتحياتي للسلطات اللي داروا واحد المجهودات جباره، خدموا والصراحه ما كينعسوش مده 5 ايام باش يجبدوا داك الوليد. تحياتي لهم كبيره، هنا بينوا المجهودات ديالهم وحب لهم للوطن والوطنيه ديالهم، الحمد لله. ولكن انا هذه هي النقطه اللي بقات فيا في الصراحه، هي دوك الناس صحاب القناه والناس اللي جايين تما، مازال حتى دوك الناس اللي جاوا تيقولوا بغينا ننقدوا وبغينا هادي، ما عندهم لا قناه لا والو. دوك تحياتي ليهم، هكا تيكونوا المغاربه، هكا خاصنا نكونوا. ولكن هادوك الناس اللي جايين تما كيصوروا لي فيديو، انا على ذكر هاد لي فيديو حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حق الله العظيم واحد انا كنت كنعقل عليه، باقي كاع ما عنديش قناه، كان تيدير داك الشيء الاعشاب وداك الشيء ديال تشعواديت ولا ما عرفتش كيدير، راه نسيت كاع انا سميتو. كان كيدير داكشي ديال العشوب وداكشي، وشي وقت راه كان تناقش مع الاخ الزروالي ومهم شي مشاكل. شتو حتى هو تما عير اليوم في الصباح هز التليفون وكيصور، اجي نوريكم دار ريان، اجي نوريكم هادي، بارطاجيو 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 الخوت، اش غيبارطاجيو لك؟ اش غيبارطاجيو لك؟ بارطاجيو بارطاجيو اللايف، شوفوا شوفوا كيوري بحال حشومه حشومه حشومه. يلا سير تقداو لهاديك الاسره ديال ريان، حيدي داك المبلغ ديال داك الفيديو، دي لهم واحد التقديه، سير ديري العشاء للولد بزاف، عطا الله ما يدار، سير يعطي واحد المبلغ لمو، ولا جايين تصوروا الفلوس وتضربوا من جيبكم وتجيو حشومه، عيب وعار تبقاو تبيعوا وتشريوا بنادم. والموتى ما والموتى ما زقلتوهمش، وبنادم ميت ما تتزقلوش الله يستر، بنادم ميت ما تتزقلوهمش، وما زقلتو الحيين، ما زقلتو المسطيين، ما زقلتو اللي بعقلهم، ما زقلتو اللي مراضين، ما زقلتو حتى واحد. انا بعد الحمد لله انا واخا نقدر يمكن كندير شي حوايج خايبين وما عرفت شنو، المهم انا داكشي بيني وبين الله سبحانه لا اله الا هو ربي ولا غادي يحسب كل واحد. ولكن انا عمرني في حياتي ما صورت شي واحد نبيع ونشري فيه، اما عمرني في حياتي راه قناتي كتشهد على داكشي، نمشي نصور واحد مريض كيتالم، ولا نمشي نصور واحد كيموت، ولا مسائل الناس بحال هكا، ولا نهائيا ما تنقدرش. انا قلبي هشيش، انا مشيت نصور بحال داك الشيء، انا نقدر تما نطيح نغيب، نكذب عليك انا ما نقدرش. انا الا شفت الدم كامل تنبقى نترعد، الا شفتي شي حاجه كامل تنبقى نترعد، ما نقدرش. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.